صراع مع المرض وفيروس كورونا، تاركا صدمة لدى محبيه في لبنان والعالم العربي ودول الانتشار. أدخلك يا طير وروى أرح لك من صعوب المشوار وسلم لي على الحبايب. ياسر رحباني من مواليد عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني. Sam first lays eyes on Nahed. In the 1973 film My Blood, Tears and Smile, the audience is introduced to a melody that manages to capture true love and utter heartbreak at the same time. من لم يسمع بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور؟ الياس الرحباني ثالثهما. عندي أبوان، أنا دائما بقول عاصي ومنصور. الشقيق الأصغر الذي كانت مسيرته منفصلة إلى حد بعيد عن مسيرة الأخوين. صحيح أنه لحن عددا من أغاني فيروز كحن السكران وطير الوروار، لكنها كانت الاستثناءات في مسيرته، في سجله مئات الأغاني والألحان والموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات. وهو لم يكتفي بالأغاني العربية، بل كتب ولحن أغاني بأكثر من لغة وأكثر من نوع موسيقي. أنا بلشت الروك والعربي والدبكي سوا مع الروك. شهرة الياس طبعا لا تقتصر على كونه ثالث الأخوين الرحباني، الأخ الأصغر لعاصي ولمنصور هذين العملاقين الكبيرين، إنما أيضا بسبب أعماله المتميزة اللي قدمها سواء للسيدة فيروز أو لغير السيدة فيروز. ونذكر مثلا موسيقى تصويرية لفيلم دمي دموعي وابتسامتي، نذكر أغنيات مثل الأوضة المنسية، حنا السكران، طير الوروار، في قهوة على المفرق، معزوفة بيروت. الفن والعطاء، من الشغف والتجلي، ثالث أخوين أعطيا الموسيقى والغناء العربيين أفقا رحبا جديدا، وكان دائما إلى جانبهما شاهدا ومتأثرا ومشاركا في صناعة القلق الأبهى. ومن ينسى توقيعه على أعمال صدحت بها فيروز مثل الأوضة المنسية، طير الوروار، وحنا السكران، ويا قمر الدار بصوت وديع الصافي، وسواها من أغنيات لأجيال متعاقبة من المغنين. يقف اليوم على مشارف الثمانين وفي جعبته كنوز موسيقية نفيسة وحصاد سنوات سمان، وفي نفسه حسرة من الزمن العجاف، من الزمن العجاف الذي آل إليه حال الثقافة والفن في بلاد لن تنهض من كبوتها ما لم تعلي شأن العقل وتحترم مبدعيها في شتى ميادين الوعي والمعرفة. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يرحب بالموسيقار والفنان الكبير الأستاذ الياس الرحباني. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا، خلينا إياكم. هلا أستاذي، هيك بالبداية إذا طلبت من حضرتك توضع عنوان عريض لمسيرتك، يعني مثل منشات جريدي، شو بتحط عنوان لهالمسيرة؟ أنا بحب أقول أنا الله أعطاني القوة بالموسيقى، أنه علموني اثنين أساتذة فرنسوية كتير قوية، كنت بروعة باريس، وكانت أيام الحرب عاصي ومنصور، الله يرحمهم، وبي مات كان عمري 5 سنين، هن سلموا العائلة في نحن
بلد وكذا. ويابو لي أول أستاذ تخلص لي الأربع سنين، وأستاذ بورجو خلص لي الست سنين، يعني عملت 12 سنة من الموسيقى. وبدأت من عمر 19 سنة الأعلانات المغنات إذا بتتذكر. نعم. وما قدر حدا عملها، هيدي وصلت للعالم كله لهلا بعد هالاشياء ماشية. نحن عملوا أخوتي وأنا وغيرنا، بس أنا أربع لغات صرت أكتب بالإنجليزي بالفرنساوي بالإيطالي والتلياني، أوبرا وطرب واللي بدك إيه. نعم. رح نحكي يعني عن كل هالاشياء اللي اشرت لها حضرتك، ولكن خلينا نشوفك بالبداية بفقرة بعنوان علامة فارقة، نسمعك سوا. يعني من عمر 16 سنة أنا عم بألف لهلا. عندي الفرح الكبير لأنه عندي محبة للناس، لأني بعدني بقدر ألف من وقت عمري 19 سنة. أول مرة سمعت غنية من ألحاني حسيت حالي بفرح كبير. بعدين جيت على الباب صرت طلع الباب شوفه أحلى، وصرت لما بدي نام صرت الأحلام أحلى. لو مظلوم ما وصلت لهالقد بالموسيقى، وما كانت العالم هلأني بيعرفوا إنه في واحد بالشرق هالقد وقيمته، وعم يعطوني قيمتي أكتر من لازم يمكن. أول لحن عملته غنية اسمها، ما كانت غنية، كنت عملها أنا ما أحلاها اسمها. بيسمعني نصر شمس الدين قال لي الياس هيدي بتعمل لي كلام تغنيها، قلت له أنا عملت له كلام، وهي أول أغنية عملتها بحياتي. عندي أوسمة كتيرة أكتر ما لازم يمكن، ما بتعني لي كتير شيء. أنا زلمة بضحك أكتر ما هو الحزن اللي بداخلي. ما بقول لك إنه ما في حزن، لأنه لما تربي ببلد مش أهميته الموسيقى. سوري عم بقولها لأن من قلبك، لو مرة كل السنين لهلا الرئيس الجمهورية أو أي إنسان بيهزوا براسهم برافو وما بيعملوا مش إلي لوطنهم، قلت له ما بتقولوا اسمي ليس، رح بتقولوا هاي من وطن اسمه لبنان. الفن بعالم اليوم من سنة 1990 بلش بالهبوط، نزلتوا مصاري وغني من مكان. أنا ما عم بقول هن المغنيين مش منيح، بس المغنيين ما بيعرف ينقي المغني، عم يتعاطى معه ملايين من نجيبهم ما بعرف. فيروز 62 سنة نبرم العالم. شفت بجريدة كاتبة، أنا زعلت لأنه واحد عم بقول براسي فيروز يعني حرام لازم يكون براسي عندها القليلة نص مليار، مثل الأمريكان والتليان والأم كلثوم. شو طلع كاتبين بجريدة 17 مليون.